قبل ما تجي مرتي خلي ما تشوف من هنا وامشي. يا مرتي مرتي شو عم تعملوا انتو؟ شو عم تعملي انتي مع جوزي وليك؟ لا يا حبيبتي بتفهماني غلط، روقي بس لنفهمك الموضوع. شو تفهميني؟ هالسخراسي ما بدي اسمع منك ولا حرف ولا وسخة. اطلعي اطلعي لبرا. اطلعي يا وسخة يا كلبي اطلعي. ولك انت شو عم تخلصي؟ هس اسكت فكر حالك انظف منها يا فلتان يا وسخ. انقلعي اطلعي برا بيتي يا وسخ يا كلب. ليك مقوطة منك بعمري ما شفت مع رفيقتي. خلاص وليك احسن ما اطلع لسانك. نزل ايدك يخرب بيتك مقوطة. اطلعي برا يلا. تغلطي علي؟ اثنيناتكم اوسخ من بعض واغلط عليكم وكسر راسكم. يلا انقلع انت وياها. يلا وليك يلا وسخين جايين توسخوا ببيتي. عم تغلطي علينا؟ ترى عم تظلمينا. نحن ما عملنا شيء انت فهماني غلط. شو بدي افهم منكم لسه؟ لك شفتكم بعيني عم تطلع انت وياها ولوحدكم ببيتي؟ شو عم تعملوا ببيتي لوحدكم؟ وبدك يعني كل هالشيء ما افهم غلط؟ لك تفهم علي. هذا ما بيعني انه انا عم خونك. ما عاد تحكي محمد ما عاد تحكي. ارمي الطلاق وما عاد بدي اسمع منك ولا كلمه. ارمي الطلاق هلا يلا. انت عم تخربي بيتك رح تندمي على هالشيء اللي عم تعمليه والله. تركيه خلي تحكي بدها اياه. بدك الطلاق؟ انا رح طلقك مو لاني اطلع خاين، لا رح طلقك لانك غلطتي علي وسبيتيني وانا ما بكون زلمه اذا بقبل مرتي تغلط علي. روحي انت طالق وبالتلاتة بس صدقيني رح تندمي. امشي اختي امشي. الله يسامحك يا اختي الله يسامحك. امشي اختي امشي. جاي تطلع قدامي يا كذاب. يلا بنناقص منك ومن هيك وحدي وسخة. قال رفيقتي يلا انقلعوا. شو بدك تعمل؟ رح تندم بعد ما تفوت لجوا ونشوف شو حطينا جوا. وقتها ما رح ينفع لنا ندم. اكيد صح. امشي. يا كلبي يا حقيقي الله يلعنك. كيفك بابا؟ شو هاي بابا؟ لمين هاي الشنطة؟ هاي يا بنتي جابها جوزك ولين رفيقتك. كيفك عمي؟ أهلين يا ابني أهلين. مين هاي اللي معك؟ عمي هاي لين صديقة لمرتي صديقة بنتك. أنا وياها حبينا نساعدك بس بدون ما نتعرف مرتي، فحبيت أعمل لها إياها مفاجأة يا عمي. بشو بدك تساعدني يا ابني؟ يا عمي محمد خبرني إنه أنت محتاج عملية، فلهيك رحنا جمعنا هالمبلغ وجبنا لك إياه مشان نعمل مفاجأة لآية. ايه يا عمي حبينا نعمل اللي علينا وقدر الامكان طالعت كل شي بملكه وهي كمان ما قصرت طالعت كل شي بتملكه وهدول هن بيطلعوا حق العملية والزيادة. يا عمي انت مثل ابي، انت ابو مرتي وعمي، فان شاء الله يا رب بتقوم بخير وسلامة. فعمي انا ما حبيت احكي لآية لحتى فاجئها، انت بس اجت انت بتخبرها وانا بعدها بفوت. اوكي يا عمي؟ ماشي الله يجزيكم خير والله ما قصرتوا. الله يخليك يا عمي. يلا امشي بسرعه ما تجي بسرعه. هالخونة شو كانوا عم يعملوا هون بابا؟ انت شفتن شيء؟ طبعا يا بنتي اول ما دخلوا اجوا لهون اعطوني هالشنطه. شو؟ ليش شو فيها هالشنطه بابا؟ يا بنتي هاي محمد ولين راحوا جمعوا شو في عندهم مصاري لحتى يساعدوني اعمل عمليه. كتر الله خيرهم يا بنتي. شو يعني هاي الشنطه فيها مصاري؟ اي والله يا بنتي اي والله. انا هلا اذا بموت بكون مرتاح ومبسوط لاني حطيتك بين ايدي امينه مثل محمد طيب. شو؟ محمد محمد رد علي. انا كثير اسفه محمد انا غلطت بحقكم سامحوني كرمال الله. سامحك؟ عشو سامحك؟ على إساءتك بالظن فيني؟
ولا على تقليعك لرفيقتك ولا على غلطك علي ومسباتك إلي، عشو بدي سامحك؟ عكل هدول سامحني محمد، أنا غلطت وتسرعت بالحكم عليكم كرمال الله سامحوني. يا أختي بعمرك لا تتسرعي بالحكم مع حدا. والله معك حق، أنا ندماني كرمال الله سامحوني على غلطتي. أنا ما بتلزمني مرة بتغلط على زوجها لو شو ما صار، عن إذنك عن إذنك أختي. لا يا محمد خلص طولي بالك اختي، انا معك وانا مسامحتك والله دنيا اخره.